لم تكد الشرطة الفرنسية تفيق من القضاء على مهاجم أسواق عيد الميلاد حتى عادت أدراجها إلى مواجهة أزمة السترات الصفر. في اتجاه ذلك أعلنت السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء البلاد وما يقرب من 8000 في باريس. نحن نراهم يوم السبت بعد السبت لأن المشاغبين يستفيدون من هذه التظاهرات. أعتقد أن الصالح العام يتطلب من الجميع الانضمام إلى نقاش وطني والتبادل مع رؤساء البلديات من أجل صياغة موقف سياسي. وعلى الرغم من إلغاء الزيادة في ضرائب الوقود والإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضرائب على المتقاعدين وإجراءات أخرى، فإن المتظاهرين حددوا شعاراً لحملة اليوم تحت عنوان استقالة ماكرون. وتشير الدلائل في الأوساط المحلية إلى توقعات بنزول ما يقرب من 70,000 متظاهر على الطريق المؤدية للقصر الرئاسي. كلنا متحمسون للغاية للحفاظ على استمرار هذا الحراك. فيما يتعلق بما قاله ماكرون شيء سيء ولا يرضينا. أعتقد أن ماكرون لا يدرك حقيقة الموقف. هذا الحراك يدور حول معاناة الناس. إنها حركة لم يسبق لها مثيل وليس لدى الناس اليوم ما يخسرونه. القلق يزداد من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى صفوف المحتجين حسب رئيس الشرطة الذي أكد أن رجال مكافحة الشغب أسندت إليهم حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن الإليزيه وأنهم يستعدون للسيناريوهات الأسوأ. طلعت موسى، العربية.